وده جزء من حبي لمفيد فوزي، انه في حضره الرؤساء، وانا شفته في حضره الرؤساء يتكلم مع الرئيس زي ما بيتكلم مع فراش الرئيس، هو لا يتغير. فكان يوجه لهيكل بعض الملاحظات والانتقادات، وعلى صفحات الصحف حتى هو بيرجوه هنا في الخاتمه يقول له ارجوك بلاش يعني المدافع تطلع، تخلينا نقعد مع بعض ونتحاور، لانه هيكل ما كانش ملاك. يعني انا رايي محدش يزعل مني، مره سالني بيقول لي ايه رايك بتغدى معاه، قال لي ايه رايك ما هو احسن كتاب لي، قلت له مش عارف بس انا عارف اسوأ كتاب، قال لي ايه هو، قلت له خريف الغضب، قال لي يا ساتر يا ساتر كده يا راجل كده، قلت له ايه، قال لي قلت له ان انت لو رحلت لو رحل السادات وانت على علاقه طيبه بيه، كان بقى ربيع الحب الكتاب يقتل شخصانيا، يعني التندر على السادات ان مراته وامه عبده ودخلت عليه بالصينيه ووقع، يعني ما عجبتنيش، والسودانيين بقى يحرقوا الكتاب في الميادين العامه. لكن هو بقى تجربه الاعتقال والمراره اللي شافها، والسادات ايامها الله يرحمه كان عايز يحقق التحرير باي طريقه، فلم الشامي على المغربي، لم شيوخ الازهر على اباء الكنيسه، على الوفديين، على الناصريين، على كنت من كل اتجاه، وكان متصور انه قبل ابريل يطلق سراحه. فالتجربه اثرت فيه جدا في ذلك الوقت وانتهت على النحو.